إصابة الدولي المغربي نور الدين مرابط بفيروس كورونا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أكدت تقارير صحفية يوم السبت 4 يوليوز إصابة المغربي نور الدين مرابط لاعب فريق نادي النصر السعودي بفيروس كورونا بعد إيجابية الاختبار الطبي الذي خضع له خلال الساعات القليلة الماضية. أمرابط خضع للفحص الطبي بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية قادما من هولندا التي تواجد بها خلال الفترة الأخيرة في ظل توقف النشاط الكروي السعودي بسبب انتشار فيروس كورونا، فتأكدت إصابته بالفيروس ومن المرتقب أن يخضع لاختبار ثاني في الساعات القليلة القادمة ليتم التأكد بنسبة 100%. ونشر الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها: جاءت نتيجة المسحة لنجم النصر نور الدين مرابط إيجابية لفيروس كورونا. وجاءت إصابة نور الدين مرابط قبل شهر من مواجهة فريقه النصر أمام الهلال في ديربي الرياض بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي خلف صدمة وسط طاقم ناديه التقني والإداري وكذا اللاعبين. ويعد نور الدين مرابط أحد أهم لاعبي النصر، حيث لعب معهم 58 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وصنع 19 هدفا في مختلف البطولات. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.